اجمع حد ما لا اله الا الله يا احجامهم يا ولد. اقول لك الطفل كامل قد ذراعي تدري. تنرفز وتعصب انت على التحديث السابق. تنرفز وتعصب وبزران ازعاج. اقول لك الطفل بالكامل بالكامل قد ذراعي تدري. بالكامل جسمه بالكامل قد ذراعي. مستغرب من الاحجام صدقني. متعود طلاب اقل من ابرد. شفت الحين تقول بروح ندب وبروح نقل بمدرسة ثانية. شفت الكلام ذا؟ إيه. انا عندي احساس واتوقع انه الكلام هذا بعد شهر بيتغير. عندي احساس والله. شوف انا اللي الشيء الوحيد اللي مضايق منه انه النصاب. اول يوم نصاب مره عالي صراحه. انا رجعت مهلوك اليوم نمت بس والله جد. يعني تخيل يا اخي ثلاث حصص ست حصص ورا بعض. خمس حصص ورا بعض من اصل سته يعني. اليوم المفروض تكون الكلاس الواحد 45 دقيقة. هلا كم تقول صراحة؟ ما ادري ايش تقولي صراحة. دقيقة بس قاعد انجلد كثير كثير كثير. صار ماهر جدا ذا اللي ضدي. هلا عند امك. ايش في صار قوي مرة ذا؟ قبل شيل عند امه جلدته جلد. معلش عيدي سؤالك. أقول الشعبة الواحدة الفصل الواحد كم حصة في اليوم؟ يعني ورا بعض 200؟ لا كلها ورا بعض. لا مو بنت هم. الفصل كم مرة يشوفون كل فصل؟ في الأسبوع قصدك كم مرة يشوفني الفصل الواحد؟ في اليوم يعني كل مثلا حصتين في فصل؟ ولا كل حصة فاصل مختلف؟ لا 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 كل كل تدرسين كل حصة فاصل مختلف. ما يعني تقرأ على خمس فصول في اليوم يعني؟ لا كأنه يقول لك من الأولى للسادسة كأنك كنت تدرسين من الأولى للسادسة. إيه أنا فاهمة بس أنا أقصد الفصل الواحد كم حصة؟ انه ممكن يخلص بدري يعني مثلا حصتين. لا 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 شعبة اثنين. انت ظهر من زمان على المدرسة خلطة مضيع زيت. لا حنا المدرسة كنا الانجليزي ساعتين ورا بعض حصتين. لا 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 حصة واحدة. حصة اي شفت الساعتين دي تحسب حصتين. حصتين انا قلت خمسة كنا حصتين. انت تحسبين يعني مدرسة 12 مثلا؟ لا يا قليل ما فهمت كذا. ما فهمت ايش قصدي. قصدي اذا كان نفس الفصل حصتين ورا بعض لهم يعني ثاني الف الحصه الاولى والثاني كلهم ثاني الف. لا لا معناته ممكن اني اخلص بدري واخذ اخر نص ساعه بريك. لا ما كذا اقعد عندهم على راسهم اقعد بس ما اشرح. اي الجلسه على الراس دي الحالة تكفي يعني عن دهر. اي بس اذا كل حصة فصل معناته كل ساعة بتشرح من جديد. لا لا كل مرة فصل جديد. مو قصة التعب مو في الشرح في المجاهد مع ذا البزران. ولا ما احنا مادة علمية اصلا. هلكت وانا واقف. تدري حتى غرفة المعلمين قلبينها فصل. ما لك مكان تجلس. والله مدرسين الابتدائي مدلعين. عز الله ما عندي سالفه. خلصون بدري والله. شوفي 11 انا في البيت ترى على فكره. اصبري لعن امك. صاير قوي ذا يلعن امه. ما كان في يده دقر قبل. تدري كيف؟ اصبر انا اول ملفل لي سلاح هنا. يمكن ما تدري. يجرب على احد قبل. you
جرب على ذا. مسك عندهم في برنامج التدريب على رأس العمل، بس إن قبل أخلص من 21 أكتوبر لين 23 ديسمبر، إما في لندن أو نيويورك. ممل صار، صاير ممل، صار قوي فجأة كثير مرة قوي. ايوه اذا الحين كيف الطريقه؟ والله يتعبني صراحة، الصدق والله، والله العظيم. يعني المشكلة تدري اللي قاهرني في الموضوع دروشو، انه صار قوي يا اخي. ما كان يلعب، ما كان يلعب زي كذا ويراوغ غير كذا. قبل ما تدخل انت مجلود، لا يعني من الشهر يا أخي. والله يعني الوضع منتفخ. تحت بث نول هذا لمس البكرية. والله يمديك عليه، انت امس بقى ربع بس، باقي له قبل شوي، باقي له ربع. صار قوي فجأة يا ولد، شوف يراوغ، ذكي جدا. هذا يضربنا كلنا، يطلع وش ذا، هذا يساعدونه، خله يضربه هو بعد. غيناك يا معين تعين، خلي لهي عين شوي.
سيفي ذا ما في زيه. لا محط محط راح كثير من دمه. الشيء اللي يطمن تدري وشو؟ ان هذا زق بوس البداية يقول خالد. هذا بداية الزقان. وين؟ صدق امس قاعد اشوف شفت شوي من بثي امس. اخي ضحكت فيها هبالة صايرة خصوصا مع ذاك اللي دخل عندي فجأة. واضح انك يا اخي كيف تعرف ان الله ميسرها معاك؟ يا اخي الله يلعن امك. اسلك السمكة حلو ضربتك اصبر صار ليه ما دمجت ليه الضربة وين راحت؟ الام الاستامينا يا جاي. خلا فوق اسمع ذاك مثل عن ابوك. خذ لك دوغلاس. غراوغ والله يمديك عليك. وين يمديك يا دحوم تشوف انت؟ مديك صدقني شو الحجروك ذول عيال كلب يا اخي. مشكله ليش ما يضربون قبل مع بعضهم؟ في واحد عيونه حمر وواحد لا تمام من ذول اللي يطلعون. اللي عيونه حمر دائما عدو يدخل يتفايت معه، اللي عيونه عاديه لا يوقف معه ويجي يضربني. فهمت؟ وانا بالنسبه لهم كلهم عدو. يعني نخلص منك بعدين نتفاهم مع بعض. ايه بس يفوكسون ترى على بعض. والله لو تشوف يفوكسون في واحد بعض. واحد منهم يطلع عيونه حمر. شوف ذولي اللي قبل شوي. طيب الدرع تقدر تشيله بما انك ما تستخدمه؟ يزيدني استامينا. شوف الاستامينا كيف ترتفع بسرعه. اوكي عشان تخف. انا المقصد طيب سيف ثاني ولا ما ماشي؟ سيف ثاني ما يدمج زي كذا. شوف يرجع. يلعن امك. اسمع واحد وراي دقيقة داري والله. شوف هذا صار اللي كان معي دايما صار ضدي برضه. لك في القام
ما ابغى ابن الكلب. يا ساتر جست تهيل، يا ساتر يا بخاره. شكله بيقوم. يا شاء الله. واو الحمد لله. يلعن ام الميوزك والسانتراك، يلعن امه. مره خطير. الجزء الثاني منه هذا مليني. الله يخليك، تكفى ارحمني شوي بس. تفيد تضربني بالنار ما اقدر اهيل، تدري؟ لا اقدر اهيل خلاص. يلا الحين يا اذبحها يا خلاص. شخمطني، تعرف ايش شخمطني؟ شقني وشق ابوي. يا كل العنا ذاك في الذا، بس في الجزئية الأولى بس. طلع قوي ابن الكلب. الحين تدخل عيد من الفيز الاول. ايه عشان كذا ما احس اني ما تعبان. توقعت ان الفيز الاول خلاص وكذا، لازم يخلص الفيز الاول بسرعه عشان يعني ما يتعبني. السلاح باقي ما حطيت فيه اشز اشفور شيء يساعد زيه. وش اللعبة؟ ذولي تدخل نص هيلك رايح. مستعد لهذا، يبغالي راح اطور نفسي، لازم يكون عندي الاخضر ذا كثير.
والله ماشي لازم يا اخي الاخضر السمنة ما تخلص عندي ونهرب بس. طيب تلزمن شيء ها؟ تلزمن وكذا ما خواتم عندي ما تفيد. يمكن تروح اماكن تاخذ خواتم معينة. هذه خواتم كلها طالعة لي. طلعتها كلها انت؟ لا ما في شيء كلها. تو انا بديت اللعبة يعني اكسنتر شيء يطلع قدام يعني ما في في مابات قدام ما فتحتها. ياخذ السلاح ياخذ استامينا كثير 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 مرة. استدمج ابن كلب.
جرب القنابل اللي ضربتها ذاك اليوم رميتها ولا ما تنفع هذا. تحرك بسرعه ما عندك. لو تفكر فيها منطقيا ما لو انه ثابت ايه. بعدين احس يعني لو بحط شيء لازم يكون شيء فيه ثلج عشان ايه انه هو ايه فاير هو كذا. تدري ان هذه كلها تطويرة واحدة بس؟ شوف اروح هنا واشوف ايش صار. ما احصل لي شيء مفيد. Welcome host. Very well. Then touch the cake nar. طورت دقيقة ابو حمود حامي وش ذا اصلا لارج سول اوف رو نايف ترميه ايه ما ايه ما قد استخدمتها في اي لعبة تفكود يلا شوفي من الاسلحة الخرا ذي اللي ما ادري ايش فائدتها. هذا ما ادري ايش خاتم اوكي هذا ينباع هذا ينباع هذا ينباع هذا ينباع هذا ينباع هذا ينباع نظيف هذا ينباع. هذا الصوت اللي نفس اللي بلدن ايه في صوتين نوعين من الاصوات بعد صوتين صوتي شوف ذا من سخافته بثلاثة حاطينه. هذا شكله سيف نشيط ذا. والله نشيط 80 افا افا ذا لعن جوعانة ون اكل نم 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 ما هو باسلوب ذا الغريبة ذي Ashen One, be sure to bring Alex. ما هدي سرك Ashen One أنت وش علمك just what need Bring the fish in. ما أدري شكل عندي تصدق عندي دم زيادة. إيه والله عندي. ورير. إيه قرر واحد زيادة. هذا شو يبغى؟ شوف يبغى لارج مدري وش شو. اتوقع اني لازم اذبح الكلب اللي قدامي ذا. لا اتوقع يتوقع. ها؟ ولا ما تجي وقع
فاجأتكم صح؟ وهذا عدمنا بالتفال. ثالث هنا أنا زابن. لا 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 بعد نشوف. واضح انه واضح انها بتروح تنام الحين. واضحة بعدين نلعب الحلقة. ها وش نسيت القهوة؟ ها اعرف الصبح. ها؟ شارب الصبح بس صدقت مكيف بل كنت كل الشمس. بس انت لو نمتي الحين يعني ما اتوقع بنام، بريح بس. ايه خير يا شباب، يلا ريح يلا. وبعدين حتى لو نمت عادي بكره. اوه يعني ام الشر شريره. الله يستر عليك. متى هذا؟ قوم تسوي عليه كذا. متى ايش؟ بتسوي فعاليات الأوف حقتك؟ الفعاليات بتجيني البيت. مليون في البيت. متى؟ على خمس ثلاث. والله ما أدري. أحمد يقول جايك. يعني تخلص من 11. ممكن أكون هنا وأشوف عادي يعني. ممكن.
ليه انت وش عندك؟ ليش السؤال الغريب ذا؟ لنا لحالنا بس مفرق في مفالك تشوف معنا لو ان عشان نفعل الحلقات. حلقات تبغون نلعب حلقات الحلقة الرابعة إذا ما تسمح عندك هذا. لا أنا لعبتها قبل الحلقات اللي قبل بس لعب لا شلون لعبنا سوا شو خيانة. وفي أربعة كم لعبت منهم؟ الحلقات لعبناها سوا ما خلصناها مهمات ذيك. وان تو انا متأكد انك مخلص و ثري بعد حق ذيك خلصت ثري حق شسمة اللي في زي الموية والكهرب وكذا ارقام طاقة ازرار ومسار خلصت ذيك؟ ايه خلصت انا خلصت مع اسامة بس ما اخذت اللون زيكم يعني ما سويت الصعوبة الثانية يا عادي بس تبي بدنا نلعب الرابعة يلا إذا تبي تلعب اللعبات نلعب سوا كله اليوم اوف نروح اتفضح روح روح القاء وكلي يمكن يجيك طاقة شوي ترى لك من هذا انا قد امضغ وانا مغمضة تاكل انت مغمضة؟ تاكلين؟ شوكولاتة؟ من البراوني مداري بلاه بلاه راية براوني لك وانت حملني ايش تسوي اني في غرفتي من اول ما شغلت مكيف مو معقول اخ Bye.
انك عسل. Yeah.
باتش خلاص انا ماني هلا والله والله مطورت استمنا حتى ذولي صاروا ضعاف ضربة تاكل استامينا كثير كثير الضربة الواحدة تاكل كثير استامينا عشان كذا ما اقدر اراوغ شوف شوف ضربتين ايش صار فيه ايه ضربتين خلاص خلص استامينا السلام عليكم عشان كذا ذاكل عني لعن بس الشهادة للضربة الضربة والقبر برد الخاطر ايه يروح من هيله كثير بقى دقيقة عصبي ماشي صايرين الشباب ما يتحملون زعلوين اسمع داش يسويك بشوي والله متفقين ما تسوون كذا يا الكلب واحد كم يعطيك؟ 350 3 بند طيب
طيب ما فيه احسن من المكان ذا والله ما اعرف اللي هو الصراحه يعني عشان اكون صريح معك بس انه جيد وضعاف يلا هذا راح علينا راح علينا ثروه هلا ذاك دي يضيع فلوسك يا تركته ازق حركة اذا شات حركات جديدة ما ادري ايش فيك صرت قوي ايش درعك الخشب اذا صار مرة قوي ماسك سلاح بيد جدًا دمج على استمنى أكثر يس استمنى طر استمنى الدرع حقي ما فيه والخواتم حقتي ما فيه نقول شيك صاير جريب مثل الكلب ذي حتى الخواتم ما تشتغل الا اذا كان الدم فل اذا نقص دمي ما تشتغل الخواتم شفت عشان كذا الدمج مره يكون عالي لازم فل دمك يصير هي عشان تستفيد من الخواتم وذي كذا الاشياء ذيك كل شوي تهيب والله شغله عشان كذا جت ذيك غير اللعبه ذيك طب هذا اخر ضربه ذي
معي فلوس. خلصينا بس. جيرنس 20 باقي 300 ريال بس. Farewell, Ashen. خالد موجود، تبي نروح الديسكورد الثاني؟ احنا عند خالد. سر له اقول له تعال احنا في حقك. الله خلاص جلست على الكريس. Welcome host. Very well, then take me. هذولا يا الكهف لا تتبحهم قبل لا تتبحهم. أهل عن أمك أنت وياه.
يلعن امك يلعن امك الى الابد. يرفع ضغطي مرارتي. ما في جريس قريب. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. ادخل على طول. ايه بث في اليوتيوب. صادقين شلون؟ ذبحت الباص اليوم؟ ذبحته في الفيز الثاني ما عجبنا فيه. طلع في فيز ثاني. قلت في فيز ثاني خير. قلت لك من بعد الباص هذا كل الباصات اللي جايين كذا قويين صراحة. يا اخوان نفس الشيء بالصراحة. تعال 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 هنا أنا ذبحني يا شيخ والله قسم بالله ما أدري إيش تسوي قسم بالله. لازم يكون عندك أكثر من مخ أكثر من عين. أنا أحاول أتذكر يمديك تسوي سامن ترى. وشو ذا؟ يعني تجيب عرفت ناس من الـ NPC اللي في اللعبة يجون يساعدونك بس الكوست حقهم ناسي صراحة. يعني أنا ترى الظاهر يعني الصدق يعني عشان نكون صريح البارح جاء واحد ساعدني ما أدري شلون شفته يكتب في الأرض كذا واضغط على اللي يكتبه هو. ايه يكتب في الأرض ايه عشان يساعدك حصل كتابات بس هذا اللعبة هم حطتهم بس لازم تخلص الكوست حقتهم بس انا ما ادري ايش الكوست حقتهم صراحة انا ادري يعني ودي اساعدك. العن امك خذ لك طيب في حل ثاني. تعرف تسوي بيري؟ وش ذي بعد؟ اللي تصد ضربة. اللي تصد ضربة ايه. يعني هو يضرب تصد ضربة عشان تطعنه عرفت يزيد دمج كذا عادي شوي. وشلون تنصد ذي؟ تحط اصغر شيلد عندك حط الشيلد خليني اشوف. الظاهر اني بيعتهم بس هذا هو شكله ذا جيك خشب يا الظاهر والله مستحيل اوكي دقيقه البيري ما عادي البيري اهم شيء اخف شيء عندك ترى
هذا كبير صراحة، راح يتأخر. دولي يضربوني كنتي بس والله بلوك مية. خليك من البلوك، البلوك الضرب العادي مية، بس يتأخر في البيري. الباري ينفع معه أخف شيء عندك، أخف شيء عندك لو كان عرفت يكون فيها، يكون فيها تبت وهو يضرب، يعني يكون فيها تبان تزلت. طيب دقيقة بس خلني بعد عن الكلاب ذولي. خشبي خشبي هذا عقونه أتوقع. دقيقة هذا خشبي اوه كذا تسوي. اوكي اوكي الا عندي تصدق يسار ذا اللي انت حاطه الازرق هذا كنا صحن ايه اي والله اذا تبغى تعطيه باري ركز شوي حول على السلاح بديك الاثنين يعني تعطيه باري على طول انت السلاح جرب شوف الدمج بس يبغالنا نوزن متى يعطيه باري يعني لانه المحاوله ذي بالموت يا تصير صح يا تموت طيب انا بسهل بذبحهم ببقي واحد بس هذا كل الفيديو ها لعله هسه يربط انا لا بما انه ذبحني ذا انا اعرف شو وضعي الحين وصلت لمرحلة ضيقة الصدر فيبغالي ما اوقف الحين وبعدين نتفاهم دعوة شوف المقطع وجرب دعوة لا لا ما اعرف نفسي مره خلاص شوف المقطع طيب وبجرب معه